السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع قالب الدنيا كلها، موضوع أصلا حرام شرعا، حرام في كل الأوقات وكل الأماكن، هي ظاهرة إزهاق النفس أو الانتحار، أو أنت تضيع حياتك كلها عشان حاجة ما تسهلش، سواء تعليم سواء أي حاجة. والنهاردة وأنا بتجول كده لقيت النهاردة الشيخ محمد البدال. إزيك يا عم الشيخ؟ إزيك يا أستاذنا؟ إزي حضرتك؟ أنا بس عاوزك بس كده في حوار، بما انك طبعا معانا النهارده، احنا بنستضيف الاستاذ والشيخ الفاضل محمد البدالي. الله يكرمك. احنا دلوقتي بما انك يعني راجل شيخ وراجل طبعا بتتكلم في حاجات ربنا، في ناس كتير دلوقتي بنسمع عن حاجات بتحصل، الانتحارات والناس اللي بتزق حياتها وبتسيب الدنيا علشان ايه؟ فيا ريت نعرف الناس الموضوع ده ايه. اولا بنقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب، وصلاة وسلاما على الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. صلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يهدي شبابنا، اللهم أمين. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب. أيها الأحبة الكرام، الانتحار، بما أن الأستاذ أسامة سألني عن الانتحار، إزهاق للنفس عمدا. أنت اللي بتزهق نفسك، أنت اللي بتزهق روحك. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله رحيم بك، الله لطيف بك، الله كريم معك، الله عز وجل يرزقك، الله تبارك وتعالى يعطيك جميع النعم، يمن عليك بجميع الفضائل. يا جدع كفاك إن أنت راجل مسلم بتوحد الله، فلماذا تزق نفسك؟ يعني أنا أروح البحر أمامي أهو، انا جاي هنا راجع شويه قران، اقوم رايح حارف نفسي في الميه؟ يعني شوفوا ممكن دلوقتي، يعني سبحان الله، امر عجيب جدا جدا. حاجه غريبه. كيف تطيب لك نفسك ان تلقي بنفسك الى هذا النهر، الى هذه المياه؟ والبحر غويط، والمكان ده غويط معروف. واحد بيستغل هذه الدنيا بثروه ثمينه، وليكن مراجعة القرآن: ألا لا أزكي نفسي على الله سبحانه وتعالى. والله يا أستاذ أسامة لما وقفت مع الآية 29 من سورة الدخان حزنت. يقول الله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال ابن عباس رضي الله عنه: السماء تبكي والأرض تبكي لموت ابن آدم، وابن آدم يروح يموت نفسه. يعني المشكلة دي المشكله في حد ذاتها. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. انت اللي قتلت نفسك، وفي هذا ازهاق للروح عمدا وتعدي على شرع الله تبارك وتعالى. والانتحار ثمان، كما يقول العلماء، ثمان حاجات بالثمان حروف او بالسبع حروف. اول حاجه الانتحار اعتراض على قضاء الله، لا اله الا الله. اثنين تسخط. ثلاثه عدم رضا بما اعطاك الله، ارضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس. تكون ايه؟ اغنى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثره العرض، ولكن الغنى غنى ها النفس. غنى النفس طبعا. ربما تعيش بالقليل ويكفيك الله تبارك وتعالى بالكثير. ده حقيقه. اعطيك 10 جنيه بس مانع عنك الامراض، اعطيك 10 جنيه بس مانع عنك الفساد. كلنا معانا ارزاقنا واحده، الله. بس هي كل واحد ليه، نعم، درجات ربنا عطاها له. يقول الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، والمال اقل درجات الرزق. تمام. اوعى يا اخواننا تفكروا ان القضيه قضيه مال، او راكب سياره، او عنده عماره، او لا، والله ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. كما قال الله في سوره البقره: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه. انت تموت كافر والعياذ بالله، تموت معترض على قضاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الحديث: من قتل نفسه بحديدة فهو يتردى بها في نار جهنم، وكذلك من ألقى نفسه من جبل، وكذلك من شرب سما فهو يتحساه. هل تستطيع أن تتحمل عذاب الله؟ هل تستطيع أن تتحمل سخط الله؟ هل تستطيع وأنت الآن أيها المنتحر تموت ليس راضي لله؟ فرق بين من يموت ساجد لله أو في مسجنه، فرق بين من يموت وهو ممسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، أو كجندي يحرس وطنه، فرق بين من يحمل سلاحه ليحافظ عن عرضه وكرامته
وماله وبلده ووطنه وكتبته ومدرسته ومعهده وغيره راح يقتل نفسه. هي يا شبابنا ما ينفعش كده، اتقي الله سبحانه وتعالى. انت بتقتل نفسك ليه؟ الله عز وجل كفل لك الرزق، الله تبارك وتعالى كفل لك نعمة الامن والامان. ده انت في مصر يا عم عندك نعم والله العظيم لا تحصى ولا تعد. طبعا طبعا الذين امنوا بس كل الدنيا في بيتك في نعم. وتطمئن قلوبهم بايه؟ بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. هو مفكر لما ينتحر كده هيرتاح؟ آه لا، يعني هو مفكر يقول لك ايه واحد نط من على كوبري عندنا في دمياط هو عشان دينه وعشان اللي عليه. يا باشا سيبها لله وسلم امرك لله. نعم. انت كده بترتاح؟ لا، انت سبت حاجات مضره. الله يا استاذ اسامه يرزق النملاية في جحرها، ده حقيقه، ويرزق العصفور في عشه. بص على الشجره كده حضرتك، ده حقيقه اهو والله. شوف ها سبحان الله، شوف كده الطير سبح والوحش عظمه، والموج الميه دي هي كبره، والحوت نجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، الناس جميعا يعصونه فيسترهم، والكل ينسى ورب لا ينساه. شاب شاب من شباب المسلمين يذهب الى هذا النهر يرمي نفسه او يشرب سم عشان ايه يعني؟ طيب بعض طلاب الجامعات او الثانويه العامه او غيرهم يقول لك اصل ما جابش مجموع. ما ربما تكون طبيب وتموت، وربما تكون مهندس وتموت. لا تحصل الدرجات الدينيه قبل الدرجات العلميه، يبقى انت ضيعت نفسك من جهتين. عمل زي المثل اللي بيقول لا نبو من بلح اليمن ولا من عنب الايه الشام، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بيقول اتقوا الله، اتقوا الله في نفسكم. اختم بهذه الايه، انا ليا رساله بسيطه كده، اختم بهذه الايه. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. عايز من الدنيا هتاخد منه، عايز من الآخرة هتاخد منه. وسنجزي الشاكرين. اللهم اجعلنا جميعا منهم، واحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، واهد شبابنا وأبناءنا جميعا يا رب العالمين. وانا بشكرك وبشكر الشيخ محمد بدالي يا جماعه، راجل يعني لخص لنا الدنيا كلها. ويا رب يا رب الناس تتعظ وتتقي الله. عودوا لله عز وجل، فروا الى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا مش هينساك ابدا. الله يفتح عليك. وانا بشكرك. الله يفتح عليك. ربنا يجعلك ميزان حسناتك. الله يفتح عليك. ويا رب الفيديو ده يوصل لكل الناس عشان كل الناس تبقى عارفه ان ربنا قادر على كل شيء. الله يلا سلام. ونلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله. قولوا دايما يا رب حفظكم الله ورعاكم من كل سوء. اللهم امين. امين. مع السلامه. السلام.